شباب شباب، جبت لكم حل سريع بخصوص عيدك مبارك، عساك من عايدين والفايزين وعيد الأم. ايش دخل عيد الأم؟ اللي يتورط مثلي في اسلوب الرد، يعني انك تبغى تعرف ترد بسرعة، عندي الحل. اول ما تشوف الشخص جاي انك بيسلم عليك ويبارك لك بالعيد، انت اول بداية قبل لا يتسلم ولا عيدك مبارك، بس هو عادي يرد. ابدأ انت اول بداية بادر من نفسك، بحيث انك انت خلاص هو عاد بيرد، ما يرد يتلخبط، مهم انت رتب امورك. اما ان تور كلام مثلي يحصل له عزاك، اخس العيد الماضي ما صارت، والله واحد قال عيدك مبارك، قلت له لا وهيش عظم الله يجركم. المهم لا تتلخبطوا. مرة اول ما تشوفه جاي ابدأ انت وانتهى الموضوع، عاد هو بيرد. لكن اذا شفته مرة ثانية رد وبعدين قال لك مرة ثانية عساك من العايدين، قل له خلاص انتهى الموضوع يا أخي، ما صارت، قلت لك ترى عيدك مبارك، بعد حليش مرة ثانية يعني تخليني موقف محرج، والله ما صارت. مرة ابدأ انت وانتهى الموضوع. أما ما حال ذاك العيد وين عظم الله أجركم، وهو إنسان ويقول لي عيدك مبارك وأنا أقول له عظم الله أجركم، إيش الحال هذا؟